ساعات فقط ونودع سنة 2019، وليلة وداع سنة واستقبال أخرى هي مناسبة يستغلها الكثيرون للاحتفال والاحتفاء، خاصة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء. هذه المدينة التي تضم العشرات من الملاهي الليلية والحانات والمطاعم والفنادق التي تستغل ليلة رأس السنة لتنظيم سهرات راقصة تجعل ليلة البيضاء كنهاره، خاصة بمنطقة عين دياب السياحية. ولتأمين مرور احتفالات البوناني في أحسن الظروف، عدت ولاية أمن الدار البيضاء خطة أمنية محكمة انطلق تنفيذها قبل حوالي شهر من الزمان. الخطة الأمنية التي جندت لها ولاية أمن البيضاء مختلف عناصرها تم تدشينها بحملة تمشيطية واسعة النطاق، جرى من خلالها توقيف عدد من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة. وشملت الحملة اعتقال عدد من المنحرفين واللصوص والمخالفين للقانون، كما جرى تنقيط آلاف المواطنين في إجراء روتيني دأبت عليه السلطات البيضاء الأمنية على القيام به في مثل هذه المناسبات. كما انتشرت دوريات الأمن بمختلف أحياء وشوارع المدينة ليلا ونهارا، فضلا على تثبيت دوريات أمنية ثابتة بالمناطق السياحية وبالقرب من الفنادق والإدارات والمؤسسات العمومية الحساسة والمرافق الاقتصادية. وتسعى السلطات الأمنية من خلال تشديد هذه الإجراءات ووضع درجات مراقبة بكافة مداخل ومعابر المدينة لتأمين احتفالات رأس السنة ولتفادي أي انفلات قد يعكر صف الاحتفال باستقبال سنة ميلادية جديدة.